أنا لا هزعق ولا هتخانق ومن غير ما نمسك في بعض. في أب يعمل كده قدام شرفة الباص بتاعت ولاده؟ مش أنا عملت كده؟ آه. يبقى في إيه؟ ده منظر أب طبيعي؟ في أب يلبس كده؟ مش أنا لبست كده؟ آه. يبقى في ايه؟ وايه دي؟ دي ايه دي؟ سلمى شعري لو سمحتي. ما بهزرش يا عمر، حرام عليك، ست كلت وشي بره. كلت وشك ده على اساس انا واقف بكلم رقبتك دلوقتي؟ في راجل طبيعي يصحى يوم الصبح مقرر فجأة انه يبقى مطرب شعبي ويتلم على شوية سيع زي دول ويفضل سهران معاهم طول الليل ويجيلي وش الفجر؟ عمر انت بتتلكك عشان نتطلق؟ مش عارف. تعالى. على فكرة هي عندها حق. قولي يا عمر، أنت عايز تطلقها بجد؟ عشان أنا زيها، عندي إحساس إنك عايز تطلقها بس مستني تيجي منها. اسمع يا عمر، لو أنت فاكر إنك لما هتسيبها هتنساها وتعيش حياة الحرية تبقى غبي، لأنك أنت دلوقتي بتحبها حب عشرة، وطبعًا ده غير الحب بتاع زمان لما كنتوا صغيرين ومتصاحبين. ده كان حب أهبل، حب عبيط، حب تنطيط من يمين وشمال، حب قهوك. اسمعني يا عمر، حط الكلام اللي هقولهولك ده حلقة في ودنك. مفيش راجل طلق مراته وما ندمش. انتي عارفة اني بعز عمر ودايما بدافع عنه، بس انتي كمان صاحبتي، ولو زودها يبقى مفيش غير الخطة اللي قلتلك عليها. ايه المزة دي؟ طلبت لك تونة وسلامة طيب. ماليش نفس اكل مزة. مالك يا سلمى، انت مكبرة حكاية قوي كده ليه؟ بصي انا ما بقتش فاهمها خلاص.